كحلي هي ثلاث اختبارات، اذا نجحت فيها انت ذكي، اذا نسبت فيها انت غبي وهو الذكي. ابدا. اوكي نبدا الاختبار الاول. حلو. امسك يدي. حلو. مسكت اصبع، انت غبي مو يدي. ثاني شيء لا تقول غبي، قول لي ما نجحت في السؤال. طيب ما نجحت في الاختبار. انت الثاني لا تضحك. ما له صلاح، ركز معي، ركز معي. باقي سؤالين. الاختبار الثاني. غمض عين وسكر عين. انت قلت لك غمض عين وسكر عين. قلت لك ما تقول لي غبي، قول لي ما نجحت السؤال الثاني. اوكي ما نجحت، ما نجحت. خلاص ما له صلاح، ما له صلاح. الاختبار الثالث والاخير. طيب قول. اذا في باب كبير مكتوب عليه ممنوع دخول الحمير، تدخل ولا لا؟ ما ادخل. والله ما ادخله. ايش في؟ ممنوع دخول الحمير، انت حمار؟ يا الحرف الذال من الذكاء مو فيه. صلاح سامع ولا لا؟ خلاص.